السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد في هذه الأيام المكرمة المنعمة من ربيع الأول الذي يخلد لذكرى غالية على كل المسلمين، إنها ذكرى مولد خير خلق الله حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والأمة الإسلامية قاطبة تستعد هذه الأيام للاحتفال بهذه الذكرى العطرة ولذكر السيرة النبوية، سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، رغم أن الظروف أن هناك من يسيء إلى النبي الكريم برسوم أو بأقوال أو بإشارات، كل هذا لا يهمنا في شيء. سوف نمضي بإذن الله تعالى للحديث عن سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعن محطات مشرقة من حياته. اليوم حديثنا عن كيف كان الحمل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن ولادته، لأن هذا النبي العظيم كرمه الله تعالى وفضله سبحانه وتعالى بحمل غريب وعجيب، وولادته صلى الله عليه وسلم سبقتها إرهاصات وبشائر، وهي فيها دلالات وعبر لا تعد ولا تحصى. ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إدان بالفرح والسرور. قل بفضل الله، الفضل قيل هو القرآن العظيم. قل بفضل الله وبرحمته، الرحمة قيل هي ولادة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن دائما فرح مسرور مبتهج، لأن عنده فضل الله ورحمة الله. ما هو فضل الله؟ القرآن الكريم. ما هي رحمة الله؟ هي سنة خير الأولين والآخرين، وهو خير من الدنيا وما فيها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن هذا النبي الكريم في كتابه العزيز مرات ومرات، وأعطى إشارات وإشارات، وقال بأن مولده كان منة عظيمة للأمة وللمسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها إلى قيام الساعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم، أو قال ربنا عز وجل عن النبي الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سيدنا محمد مولده منة عظيمة على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والذاكرين والذاكرات. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي قراءة من أنفسهم، يعني من أعلاهم رتبة. ما هي وظيفة هذا النبي؟ يتلو عليهم آياته، جاء لكي يتلو آيات القرآن، والآيات المبتوتة في السماء في الكون بأسره، ويزكيهم، التزكية
وهي أن يرفع إيمان الناس إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمنا آيات القرآن وأحكام القرآن ودلالة القرآن في الكتاب العزيز. والحكمة قيل هي السنة المطهرة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من قبل كانوا في جاهلية جهلاء، في جاهلية عمياء صماء. وقد سبق لنا في حلقات ماضية أن تحدثنا عن الفترة الجاهلية التي كان فيها الناس يخبطون خبط عشواء، لا يدرون من هم ولماذا خلقوا وما المطلوب منهم وما مصيرهم بعد الموت، وهل هناك بعث ونشور. كل هذه القضايا لم يكن يعلموا بها، حتى أكرمنا الله عز وجل بهذا النبي الخاتم، ثم بعد ذلك أكرمنا بالإيمان وباليقين. فولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة ولادة أمة، كانت نقطة تحول في تاريخ البشرية بأكملها. فكيف كانت ولادة النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ في البدء لما تزوج أبوه عبد الله بأمه آمنة، جاء في الروايات الحديثية التي ذكرها علماء السيرة أن عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رؤيا غريبة، وهذا كان قبل البعثة وقبل الولادة. ماذا رأى أبو النبي محمد بن عبد الله؟ رأى في المنام نهرا عظيما فيه ماء زلل يبرق، ونودي يا عبد الله اشرب من هذا النهر، اشرب من هذا النهر، فشرب منه عبد الله، فإذا هو أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأزكى من المسك، فإذا نور استقر بصدره وكامل جسمه. فقام عبد الله من منامه مسرعا، فلما رأته زوجته آمنة طائشا قالت له: ماذا أصابك يا عبد الله؟ صرف الله عنك الطوارق، ماذا أصابك؟ فقال لها: يا آمنة، قومي فتطهري وتطيبي وتعطري واغتسلي، فعسى الله تعالى أن يستودعك هذا النور. تعجبت آمنة كيف أن الزوج في الليل يطلب منها أن تقوم لكي تغتسل وتتطيب وتتطهر وتتعطر لكي يضاجعها الزوج، ولماذا في هذا الوقت؟ هي استجابت لأمر زوجها فقامت وفعلت ما أمرها. ثم جاءت إليه، فإذا عبد الله في تلك الليلة المباركة يغشاها، ومن ثم حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد انتقل النور من وجه عبد الله في ساعته تلك إلى رحم آمنة بنت وهب. تروي السيدة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحظة التي وقع لها أن استقر النبي الكريم في بطنها وهو لا زال نطفة من أبيه عبد الله، قالت: لما دنا مني ولامسني أضاء منه نور ساطع وضياء لامع. ومن ثم كانت آمنة بعد ذلك يرى النور في وجهها، كأن المرأة مضيئة. صارت النساء يقولون: يا آمنة، ماذا في وجهك؟ إنه يلمع ويشرق كأنه مذهبة منذ أن استقر النبي الكريم في رحمها. وكانت آمنة تحدث أنها حين حملت به صلى الله عليه وسلم كانت تسمع بشائر وهواتف بالليل. قيل لها: يا آمنة، إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي: أعيده بالواحد من شر كل حاسد، أعيده بالواحد من شر كل حاسد،
ثم سميه محمدا، ثم سميه محمدا، ثم سميه محمدا. آمنة وهي في نومها تسمع هذه الهواتف تتساءل: وما محمد؟ وما محمد؟ فيرد عليها الهاتف من السماء: كي يكون محمودا في السماء والأرض، كي يكون محمودا في السماء والأرض. هكذا رأت أيضا لما وضعته كأنه خرج منها نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، وأضاءت له قصور بصرى بأرض الشام. سيتم تفسير ذلك بأن الفتوحات الإسلامية ستمتد إلى الشام، وقد رأت أمه ذلك وهي في حامل وهو لازال في بطنها. تقول أم عثمان ابن أبي العاص: حضرت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت البيت حين وضع قد امتلأ نورا. البيت يعني الكعبة المشرفة وأيضا بيت آمنة. ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي. هذه أم عثمان ابن أبي العاص التي كانت صديقة لآمنة وجارتها، رأت هذه الرؤية الغريبة أن بيت آمنة صار يمتلئ بالنور والشعاع من كل جانب، والكعبة المشرفة أيضا أنارت، وكانت ترفع رأسها إلى السماء فترى النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع عليها. وفي مثل هذه الأيام في 12 من ربيع الأول ولد سيدنا النبي محمد بن عبد الله بشعب بني هاشم بمكة. وأمه آنذاك لم تجد حين حملت به ما تجده الحوامل من ثقل ولا وحم، وضعته فوقع إلى الأرض مستقبلا القبلة رافعا رأسه إلى السماء مقبوضة أصابع يديه مشيرا بالسبابة كالمسبح بها. هكذا لما ولد النبي الكريم. أمه لم تشعر بالوجع ولم تشعر بالوحم، وإنما خرج بمفرده، وكان صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة الكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين إلى يوم الدين، وكان رافعا رأسه إلى السماء. هكذا تروي أمه، رأسه إلى السماء كأنه يناجي ربه. أصابعه كانت مقبوضة إلا الأصبع السبابة، كأنه مسبح يقول لا إله إلا الله. ثم ولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، أي مقطوع السرة، ما عنده سرة. لقد أقبلت إليها القوابل، القابلات أقبلنا ليقطعن سرته، فوجدوه مقطوع السرة، فقلنا لها: يا آمنة، ما كفاك أنك وضعت به ولم تعلمين به أحد حتى قطعت سرته بيدك؟ فقالت آمنة: والله ما رأيته إلا كما رأيتنا، فتعجبنا من ذلك. وكان كلما دخلت على آمنة امرأة لتهنئها بهذا المولود كانت الروائح الطيبة تعبق منه، روائح المسك والطيب. فكان الرجل لما تعود زوجته إليه يقول لها: من أين لك هذه الرائحة؟ فتقول: هذا من طيب المولود الذي وضعته آمنة، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة شاكرا الله عز وجل. إن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عجائب وغرائب وكرامات كثيرة جدا. فصدق من قال: المصطفى خير العوالم أحمد، يا سادتي صلوا عليه لتسعدوا، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا من له اسمه أحمد ومحمد. ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد، قالت ملائكة السماء بأسرهم: ولد الحبيب ومثله لا يولد. في هذه الأيام المباركة عجائب وغرائب كثيرة وقعت لميلاد رسول الله. وسأخبركم أيها الأحباب الكرام ما ذكره أصحاب السيرة، من بينهم صاحب السيرة الحلبية
وكذلك الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية، وكذلك ما جاء في كتاب بشائر الأخبار لأبي العزائم وغيرها من الكتب المعتمدة عند علماء السنة والجماعة عن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر العلماء والصالحون ممن ألفوا في قصة المولد النبوي الشريف ماذا قالوا؟ قالوا: وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من البشارات الذي كانت تراه أمه آمنة، كلما ذهبت إلى البئر لكي تسقي، والبئر فيه الماء بعيد جدا غائر، كان الماء يصعد إليها، هذا كله إجلالا وإعظاما لأن حابل برسول الله. وكانت ترى الطيور عاكفة عليها دائما في بيتها، وأينما حلت ترى الطيور أنها تعكف عليها وكأنها تستعد لاستقبال خير الكائنات صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل. مرة كانت سيدة آمنة ترى ذلك في اليقظة وتسمع تسبيح الملائكة، ومرة كانت ترى ذلك في المنام، رأت شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل. قالت: وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أمامي ملك ومعه ورقة خضراء، فقال: يا آمنة، إنك حبلت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة، وحددت بذلك زوجي عبد الله، فقال: قومي إلى خليفة ابن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت خليفة ابن عتاب الذي كان مشهور عند العرب بتفسير الأحلام، فقصصت عليه هذا المنام، فقال هذا المفسر الأحلام خليفة ابن عتاب، قال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطه في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فلما رأت آمنة هذه الرؤيا وسمعت تفسيرها اطمأن قلبها وفرحت كثيرا بهذه البشارة. لكن بعد مدة مرض عبد الله أبو النبي الكريم، ولا تزال آمنة حابلا بالنبي، فمات عبد الله بالمدينة ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله. لما مات تفاجأت الملائكة ونادت بارئها، ضجت إليه وقالت: إلى هنا يبقى نبيك وحبيبك يتيما، إلى هنا هذا نبيك وصفيك سيظل يتيما وفقيرا. فقال الله تعالى: يا ملائكتي، أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه، وأنا خالقه ورازقه ومربيه ومدفره على أعاديه، ولي تدبير ذلك وأنا على كل شيء قدير. هكذا ظلت الملائكة تقول: يا ربنا، هذا نبيك وصفيك وخليلك صار فقيرا ويتيما، وربنا يقول: يا ملائكتي، أنا أولى به من أمه وأبيه، أنا كافله ومربيه. وفعلا لما حملت آمنة برسول الله ظهر صفاء يقينها، وانطوت الأحشاء على جنبيها
وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على كل الفضاء الذي تكون فيه. كانت ترى في كل شهر من أشهر حملها نبيا من الأنبياء يبشرها بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيلة 9 أشهر كل شهر ترى مخلوق غريب صورته طيبة فيه النور ويسمي نفسه بأنه نبي من الأنبياء، كان يسلم عليها ويبشرها بأنها تحبل النبي الخاتم. تقول: فرأيت في الشهر الأول سيدنا آدم، وفي الشهر الثاني سيدنا شيتا، وفي الشهر الثالث رأيت سيدنا إدريس، وفي الشهر الرابع رأت سيدنا نوحا، وفي الشهر الخامس رأت سيدنا هودا، وفي الشهر السادس رأت سيدنا إبراهيم، وفي السابع سيدنا إسماعيل، وفي الثامن سيدنا موسى، وفي التاسع سيدنا عيسى الذي بشرها بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر من ربيع الأول. وكان يقول: وأبشركم برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 من لياليه، وهي ليلة الاثنين، وكانت الليلة من الليالي البيض ليس فيها ظلام، 12، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبقى عند آمنة ذكر ولا أنثى، وقد أغلق عبد المطلب عليها الباب خوفا عليها من طارق يطرقها. ماذا قالت آمنة؟ بقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض، ورأيت ملكا عظيما بيده 3 أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. عجبا، هذا الملك العظيم ينشر أعلام بيضاء كبيرة، الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغرب الأرض، والثالث على البيت الحرام. فقالت آمنة: أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل. وقدرها منه 4 نساء طوال كأنهن الأقمار متسرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن. 4 نساء رأتهم في الرؤية وهي وحيدة، وقد أغلق عليها عبد المطلب الباب، وهي الآن قد جاءها المخاض وتحتاج إلى من يقدم لها المساعدة. فربنا عز وجل أراها 4 نساء كأنهن الأقمار متزرات بأزر بيضاء يفوح الطيب من أعطافهن. فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بهن كربتي؟ قالت الأولى: أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل، والتي أمامك آسية بنت مزاحم، نحن أفضل نساء الجنة. فتعجبت آمنة وقالت: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، وأوحى الله إلى رضوان. رضوان هو خازن الجنة، وهو عنده مفتاح الجنة. فقال ربنا: يا رضوان زين الجنان، وصف على غرفها الحور والولدان، واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وماجت ثقلان، وقيل: يا مالك أغلق أبواب النيران، يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين. هذه رؤى تحكى عن السيدة آمنة، وهي في هذه الليلة ستلد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، تشعر بالعطش تريد أن تشرب، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم. فحرت لذلك، شعرت بالخوف،
وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك إذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبه جناحي على بطني وقال: انزل يا نبي الله، انزل يا نبي الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل البلادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالت آمنة: لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما خرج مني خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب. وولد النبي صلى الله عليه وسلم مكحولا مدهونا مسرورا مختونا. وحين ولد سرعت إلى طلعته المباركة ثلاث من الملائكة، مع أحدهم قسط من الذهب، ومع الثاني إبريق من الذهب، ومع الثالث منديل من السندس الأخضر، وغسلوه بماء الرحيق. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بأصبعيه، فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة، وأعطاه إلى رضوان يزفه كما يزق الطير فرخة، وكنت أنظر إليه كأنه يقول: زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم ولا حلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى، من قال مقالتك واتبع شريعتك فاز ورب الكعبة، ويحشر غدا في زمرتك. فإذا مناد ينادي: طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها، وأعرضوا على الموارد الأنبياء، أي أعرضوا على الأماكن التي ولد فيها الأنبياء، وأعطوه صفوة آدم ومعرفة شيت ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وقبول زكريا، واغسمتوه في أخلاق النبيين كلهم وأخفوا عن أعين العالمين، فهو حبيب رب العالمين. فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لتدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير: نحن نكفله. وقالت الملائكة: نحن أحق به. وقالت الوحوش: نحن نرضعه. فقال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإني قد كتبت ألا ترضعه إلا أمتي حليمة. فسخر له الله تعالى السيدة حليمة. ومن الكرامات التي وقعت أنه في تلك الأيام اخدرت الأرض عند مولده، تلك السنة التي حمل فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى سنة الابتهاج، لأن قريش كانت قبل ذلك في جدب وضيق عظيم. لكن تلك السنة وتلك الشهر، شهر الربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اخضرت فيه الأرض وحملت فيه الأشجار، وأتى قريش الرغد من كل جانب، وفتح الله عليهم باب الرزق. وفي تلك الأيام التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم سطع نور عظيم، لم يبق في تلك الليلة دار إلا أشرقت، ولا مكان إلا ودخله النور، ولا دابة إلا نطقت. وحتى البحيرات، قيل بأن بحيرة ساوة غاضت في بلاد فارس ولم يبق فيها ماء، بحيث أصبحت يابسة كأن لم يكن فيها شيء على شدة اتساعها. وبالعكس فاضت بحيرة طبرية بعد أن كانت جافة، إكراما لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الأيام، وخصوصا تلك الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تنكست الأصنام عند حمله وعند ولادته. وربنا سبحانه وتعالى كما نعلم جميعا قد رد إبرهة الأشرم بفيله برجم طير أبابيل بعد أن جاء ليهدم الكعبة، وسقطت 14 شرفة من إيوان كسرى،
وكان من أعاجيب الدنيا إيوان كسرى، فيه سعة وبناء وإحكاما، لكنه سقط التاج من على رأس كسرى، وأيضا انطفأت نار المجوس. وفي تلك الليلة يروي عبد المطلب: بينما أنا أطوف بالكعبة إذا بالأصنام قد تساقطت وتزلزلت، وإذا بالصنم الكبير قد وقع على وجهه. حتى النجوم والكواكب، يقول عثمان بن أبي العاص: أخبرتني أمي، قالت: لما حضرت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت البيت حين وقع قد امتلأ نورا، ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي. وبعد مولده زادت حراسة السماء بالشهب، وقطع رصد الشياطين، ومنعوا من استراق السمع، وغير ذلك من الكرامات في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحببنا أيها الأحبة الكرام في هذا المقام أن نذكر هذه الكرامات وهذه البشائر عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك مكتوبا في عدة مصادر إسلامية، منها البداية والنهاية للإمام ابن كثير، وكذلك عند صاحب السيرة الحلبية رحمه الله، وكذا الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية، وأيضا كتاب بشائر الأخبار أو الأخيار لأبي العزائم، وغيرها من الكتب التي هي معتمدة عند أهل الإسلام تبين البشائر والكرامات التي وافقت ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا ربي يا كريم زد هذا المقام، مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، زده علوا وسناء. فاللهم اجمعنا بالحبيب المصطفى في الجنة وفي أعلى عليين يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا زين الخلائق يا محمد، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين يا محمد، الصلاة والسلام عليك يا زين المرسلين يا محمد، الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين يا محمد، الصلاة والسلام عليك يا حبيب المحبوب يا محمد، الصلاة والسلام عليك يا بغي المطلوب يا محمد، الصلاة والسلام عليك يا إمام الأبرار يا محمد. ألف صلاة وألف سلام عليك يا حابب الملك الجبار يا محمد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.